أوضح مسؤول مركز ماء تكريت المهندس وليد خالد أن أعمال الصيانة في المشاريع وإزالة العوالق عن بوابات السحب أدت إلى توقف الضخ وشحة المياه بأغلب مناطق المدينة، مشيرا إلى استئناف العمل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، مطالبا المواطنين ترشيد الاستهلاك لكي تصل المياه إلى المناطق البعيدة. حصلت صباح يوم أمس صيانة على مشروع ماء تكريت المركزي على هيكل السحب، حيث تكومت الأوساخ والعوالق حول هيكل السحب، مما اضطررنا إلى إجراء صيانة فورية وعاجلة على هيكل السحب. قام الغطاسين التابعين لمركز ماء تكريت بإزالة هذه الأوساخ، مما اضطررنا إلى إطفاء المشروع من الساعة 7:30 صباحا وحتى الساعة 3:30 ظهرا. هذا الموضوع أدى إلى نقصان الماء في عدد من الأحياء السكنية التابعة لمدينة تكريت. نود أن ننوه أنه صباح هذا اليوم تم إطفاء المشروع لفترة 1:30 أيضا لإجراء نفس الصيانة على المنصات التابعة لنا، وإن شاء الله هذه الصيانة الأخيرة خلال هذه الفترة، لأن تم إزالة جميع العوالق والأوساخ على هيكل السحب، ومستمرين في ضخ الماء وإيصال الخدمة لأهلنا. نتمنى منهم أن يتحملون خلال هذا اليوم، ومن وصل إليه الماء يكتفي ليصل إلى غيره. بالحقيقة إحنا داخل مدينة تكريت ما عندنا أزمة كبيرة في أحياء تكريت، القادسية أيضا مسيطرين عليها. عندنا الأزمة الموجودة حقيقية هي في منطقة الديوم، مع استمرار التيار الكهربائي على المناطق السكنية ساعد أيضا في زيادة الشحة على المناطق البعيدة والتي لا يصل إليها الماء في الديوم، مثل 3000 و6000. عندنا فرعين بالمربع الذهبي، راجين من المواطنين أن عندما يكتفي من الماء يغلق صنبور المياه ليصل الماء إلى هذه المناطق، فراجين من المواطن أن يتعاون معنا للقضاء نوعا ما على هذه الشحة لحين اكتمال المشاريع اللي تقوم بها مديرية ماء صلاح الدين لخدمة منطقة الديوم.